تقيم السفارة الأردنية في رام الله في الضفة الغربية في هذه الأثناء احتفالا بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال المملكة، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من الشخصيات السياسية الأردنية والفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين. ويشتمل الاحتفال على كلمات للسفير الأردني في رام الله خالد الشوابكة ولشخصية مشاركة في الاحتفال الذي يتضمن العديد من الفعاليات التي تحكي قصة الاستقلال. ونبقى الآن مع هذه اللقطات المباشرة من هذا الاحتفال. فخامة الرئيس محمود عباس، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم. من أرض فلسطين الحبيبة، فلسطين الدم والأرض والعروبة، من أرض الرباط نلتقي اليوم في هذه الليلة الأردنية الفلسطينية التي يجتمع فيها شعبين توأمين في بنيان أردني فلسطيني مرصوص، وروح قيادتين متمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وفخامة الرئيس محمود عباس. هذه القيادتين المتعاونتين والساهرتين على تحقيق أمان البلدين والشعبين في الأمن والاستقرار لتصبح العلاقات الأردنية الفلسطينية أنموذجاً يحتذى به للوحدة العربية الشاملة القائمة على الحب المتجدد والاحترام المتبادل. اليوم نحتفل معكم بعيد الاستقلال، عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 69، عيد استقلال بنكهة خاصة ومعاني خاصة، لنرفع راية مملكتنا الحبيبة عالياً بألوانها ذات المعاني، ليكون الأسود لون الحداد على من ضحى بنفسه وروحه ليبقى الأردن ويستمر كما نراه الآن، ليأتي الأحمر بلون الدم من أرواح شهداء الاستقلال، أما الأبيض كما نراه يصور قلوب الأردنيين الطيبة المليئة بالحب والنقاء، اللون الأخضر لون البساط الذي سار عليه رجالات الأردن الذين صانوا وحفظوا العهد في طريقهم خلف قيادتهم الهاشمية المظفرة التي صنعت الاستقلال وبلورت مستقبله وكانت الضمانة لبقائه ونمائه. كل عيد استقلال ونحن والأردن بخير، وكل عام وأنتم بخير ومجموعين دائماً على المحبة والاحترام.